3, 2, 1. السلام عليكم يا حلوين. بمناسبة نتيجة الثانوية العامة، معلومات عن دراسة المشاهير. محمد صلاح ما جابش مجموع عالي في الثانوية العامة، بس حقق بطولات أعلى كتير منها وقدر يوصل لحلمه. ياسمين علي كانت مفهمة عيلتها أنها علمي وهي أصلا أدبي، وما كانش همها غير أنها عايزة تغني وتوصل صوتها لكل الناس، وقدرت توصل لحلمها وبقت أحسن مغنية سنة 2018. خالد أنور دخل فنون مسرحية واهتم بيها عشان دي الحاجة اللي حبها ولقى نفسه فيها، ولما دخل ثانوية عامة جاب 65، ودلوقتي بقى ممثل في مسرحيات وأدوار كتير ناجحة. أحمد حلمي سقط في الثانوية العامة 3 مرات تقريبا، وفي المرة الرابعة جاب 55%. حب التمثيل والكوميديا وأملك الكوميديا. عمري ما كان الهندسة والطب والسياسة والاقتصاد هم النجاح، كل واحد قادر ينجح في اللي بيحبه وشايف نفسه فيه.